مرحبا، اليوم الثاني 22 كانون الثاني، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح. وببدايتها منضوي على النشاط اللي صار مبارح بوسط بيروت وأعاد الحياة للعاصمة. منحكي عن مؤتمر للمجلس النسائي اللبناني حول دور المرأة بالانتخابات وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن الدكتور عادل الريس، اختصاصي بتقويم عظام ومفاصل، أوستيوبات دي أو، لنحكي معه عن علاج الديسك من دون عمليات جراحية. وأيضا الممثل جورج آعي، لنحكي معه عن مشاركته بفيلم ملا علقة وآخر أعماله الفنية. هيدا ملخص عن الحلقة وكيف رح بيكون الطقس اليوم بداية الأسبوع. بناخد تفاصيل من اتصالنا المباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية مدام جوسلين بوفارس معنا على الخط. مرحبا. صباح النور. كيفك مدام؟ الحمد لله. تفضلي. نحن هلا ضمن طقس مستقر للمساء حتى بيوصل المنخفض الجوي المسحوب. نعم. اكيد بامطار ورياح قويه. حتى الرياح بدايتها بلشت بتبقى يعني شوي شوي وبتقوى خلال الليل. نعم. اليوم غيم جزئيا دون تعديل يصغر بدرجات الحراره على الساحل، تنخفض على الجبال، اكيد بتكون مترافقه مع رياح ناشطه وظهور طبقات من الغبار يلي رح يؤدي لانخفاض الرؤيه ببعض المناطق خاصة المناطق الجنوبية. بيتحول الطقس ليلا لغائم مع أمطار متفرقة. أوكي. بتشتد غزارتها فترة فجر الثلاثة بكرة الصبح يعني. أوكي. نعم. بيوصل الموج للأربع أمطار خلال الليل وبتسقط الثلوج على 1500 متر. نعم. وكيف بكفي بعدين؟ نعم. يعني بقول كيف بكفي؟ ما هي بكفي بغزارة الثلاثة مع أكيد وخاصة بالفترة الصباحية. نعم. مترافقة ببرق ورعد ورياح بتوصل لتسعين كيلومتر بالساعة والموج بيوصل لست أمتار خلال النهار. يعني رح نرجع نستعيد شوية اللي شفناه الأسبوع الماضي. شوي صغيرة صحيح. أوكي. بس درجة الحرارة أدفى، التلج بينزل بالنهار 1500 وبالليل بيوصل ل 1300 متر. أوكي. بتنحسر الرياح ليلاً. اوكي. هلا في استراحه صغيره نهار الاربعاء ترجع تتجدد الخميس حسب ما سمعنا، قديش مزبوط؟ صح، مش كتير استراحه مزبوط. استراحه فيها انفراجات بس. الامطار بمناطق جنوبيه يعني بتكون بتكفي. امطار متفرقه. اوكي. مناطق شمال وسط بيروت جبل لبنان ايه فيها استراحه نهار الاربعاء شوي، بس كمان ما بيتخللوا يعني شويه امطار، مش انه كليا صافي، مش انه رح تشمس وخلص انتهينا يعني. لا 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 ابدا. اوكي. بترجع بتتجدد الخميس بقوه اكثر. وكيف بتكفي يعني مكفيه لاخر الاسبوع؟ جمعه ذروتها. أه. في منخفض، هو هيدا المنخفض الثاني اللي بيوصل الاربعاء بالليل الخميس الصبح. نعم. ايه وبيستمر مبدئيا للسبت الصبح. للسبت الصبح. نعم. طيب كتير منيح. درجة الحرارة اليوم سريعا؟ درجات الحرارة لليوم على الساحل رح تتراوح من 12 ل 21، فوق جبال من 6 ل 16، بالأرز من ناقص درجة ل 6 درجات، وبالداخل من 5 ل 13، مبدئيا درجات دافية الحرارة. الرياح السطحية جنوبية بنهار، جنوبية غربية بالليل، سرعتها بين 20 و50 كيلومتر بالساعة، بتشتد بالليل لتوصل 80 كيلومتر بالساعة. Okay. الرؤية متوسطة، أكيد تسوق اعتبارا من بعد الظهر بسبب الغبار. الرطوبة على الساحل بين 45 وبتوصل 75 بالليل. البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح المي 17 درجة. Okay. الضغط الجوي 1008 إكتو باسكال ما يعادل 756 ملي متر زئبق. ساعة شروق الشمس سوري بكره هيدي 6:42 دقيقة، وساعة غروب الشمس اليوم ساعة 4:57 دقيقة. اوكي، شكرا لك مدام جوسلين، يعطيك العافية. اهلين، نحكيكم بكره الله معك. اليوم بداية الأسبوع، شو عنونت صحف بالأخبار السياسية مع بيارات؟ مرحبا. مرحبا جوال، لك ولكل المشاهدين جولة على عناوين صحف بيروت لصباح يوم الاثنين، بنبداها هلا. جولتنا رح نبداها مع عناوين صحيفة النهار: طريق الانتخابات غير معبدة والمطبات كثيرة، الحريري يجهد لضمان اتفاق الأفرقاء قبيل اجتماع اللجنة الوزارية اليوم، بعبدة مرسوم الأقدمية نافذ ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية، دبابات أردوغان تقوض المعادلة الكردية في سوريا، تركيا أعلنت عزمها على إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في عفرين، المحكمة العراقية العليا رفضت مطالب بإجراء الانتخابات، بنس يقر بالخلاف مع الأردن حول القدس، إسرائيل تحتفي به والفلسطينيون يقاطعونه،
بنس يأمل في عودة الفلسطينيين إلى الانخراط في الحوار قريبا. وضمن مقالة أو افتتاحية النهار لصباح اليوم بألم نيلة وين العنوان العريض في لبنان مشكلة أرقام، وختاما الصورة اللي عم نشوفها من وسط بيروت واحتفالية ساندي لايك نو أذر يلي نظمتها بلدية بيروت امبارح، الاحتفالية اللي استمرت كل نهار الأحد امبارح وفعلا رجعنا شهدنا وسط العاصمة عم ينبض بالحياة. منتابع جولتنا وبصحيفة الحياة، أنقرة تعد لمنطقة آمنة في سوريا وإعادة 3.5 مليون لاجئ، 25 ألفا من الجيش الحر في المعركة وصواريخ تطاول الأراضي التركية، برزاني يتعهد منع تهديدات أمنية لإيران، الملك عبدالله القدس مفتاح السلام، بنس اتفقنا على ألا نتفق حول العاصمة، خامنئي يأمر الحرس الثوري بتخفيف قبضته على الاقتصاد، السعودية تطالب بإطار عمل لتعاون النفطي بعد 2018، نداء من الأمم المتحدة لجمع 3 بلايين دولار لليمن، الحوثيون يمنعون نشاط 36 منظمة إغاثة. ودايما بصحيفة الحياة، سنة نجاح لترامب في المعلوماتية وقلق من شفرة السوشيال ميديا. بالصفحات الداخلية لليوم، 19 قتيلا بهجوم على فندق في كابول، الاشتراكيون يقرون بدء مفاوضات للائتلاف مع ميركل. إلى صحيفة المستقبل والعنوان العريض لليوم، بيروت عاصمة الفرح طبعا عن احتفالية ساندي لايك نو أذر. بالعناوين الأخرى، صحيفة إيرانية الأسد مخنث، المعارضة السورية في موسكو لحسم موقفها من سوتشي، تركيا تهاجم عفرين لإقامة حزام أمني. بالصفحات الداخلية بالمستقبل لليوم، إعادة تحريك شريان البلد ومفارقات الاستقرار الناقص، ضحايا الصقيع إلى 14 ووقفة في عنجر رفضا للتجارة بالبشر، العاصفة تلبس شاطئ النقورة حلة بيضاء. وختاما وضمن مقالة خير الله خير الله لليوم بالمستقبل، شهران على اغتيال صالح. منتابع جولتنا وبصحيفة الأنوار، حملة عنيفة على محاولة تعديل قانون الانتخاب عشية اجتماع اللجنة الوزارية، اللواء إبراهيم مهمة الأمن العام مكافحة الإرهاب وحماية اللبنانيين والمقيمين، نجاة أحمد الحريري وعائلته من حريق في سيارتهم بصيدا. بالعناوين الأخرى بصحيفة الأنوار، تظاهرات أمريكية حاشدة ضد ترامب، القوات التركية تتوغل في سوريا والجيش الحر يحاصر عفرين، السيسي وعاهل الأردن يبلغان بنس معارضتهما قرار ترامب حول القدس، واشنطن تدعو تركيا لضبط النفس. وكتب المحلل السياسي لليوم، بناء مستقبل مشترك في عالم ممزق من دافوس إلى لبنان. من صحيفة الأنوار جولتنا، نتابع معكم وبصحيفة اللواء، تصعيد الخلافات يعصف بلجنة تعديل قانون الانتخابات. ملفات سياسية واقتصادية وأمنية في قمة الكويت غدا، وبسيل يطيح بمباراة مجلس الخدمة، غصن الزيتون تتوغل في عفرين تحت غطاء روسي أمريكي، إردوغان يعد بحسم سريع ومجلس الأمن يلتئم اليوم، بنس في المنطقة وسط مقاطعة الفلسطينيين، السيسي يدعو نائب ترامب لعدم تقويض السلام، وختاما الرافع لعون أوقف الظلم عنا للحفاظ على النسيج السني. جولتنا متابعة معكم وبالعنوان العريض لصحيفة البلد، التماسك الأمني يعوض الفلتان السياسي ظرفيا، وختاما النبض يؤم وسط بيروت مجددا بلا حواجز. نوصل للصحف الأجنبية وبترجمة لعناوين صحيفة ديلي ستار لليوم، احتفالية وسط بيروت تسجل نجاحا للبلدية، جلسة وزارية لرفض مقترح باسيل، وختاما قوات تركية تدخل معاقل كردية في سوريا. من ذا ديلي ستار مننتقل إلى ترجمة لعناوين صحيفة لوريون لوجور، وضمن حدث
والحدث اليوم بعيد عن السياسة، وهي زيارة مالالا إلى بيروت وتيم كوك المدير العام لشركة أبل. وهذه الصورة لهم هون بشارع مونو، وتحديدا خلال زيارتهم للبنيز ألترناتيف ليرنينج الأقل يلي بنظم برنامج طبشورة لتعليم الفتيات. بالعناوين الأخرى ودائما بعيدا عن السياسة وضمن المعارض الفنية، لأن ساشا أبو خليل يرسم ما يقرأ، وهو عن معرض للفنان ساشا أبو خليل عم تستقبله حاليا العاصمة اللبنانية. من لوريون لجور مننتقل بجولتنا إلى عناوين صحيفة الشرق. تناقض في الثنائية، نصر الله كلهم مع الانتخابات، بري يعملون للتأجيل. ارتفاع احتياطي المركزي إلى 55 مليار دولار. مطالب القطاع العقاري في مذكرة إلى الحريري. البحرين، حزب الله يدعم خلايا إرهابية تستهدف أمننا. بالعناوين الأخرى، تركيا تعلن دخول جيشها إلى عفرين. وختاما وضمن رأي الشرق لليوم العنوان، دروس يجب أن نتعلمها. من صحيفة الشرق جولتنا متابعة معكم، وبصحيفة الشرق الأوسط، تركيا تحاول فرض حزام آمن يشمل عفرين. واشنطن تدعو لضبط النفس وجلسة لمجلس الأمن اليوم بطلب فرنسي. وقيادي كردي يتهم موسكو بالتواطؤ مع أنقرة. بنس، أمريكا تدعم حل الدولتين. دافع عن قرار القدس، والعرب يقاطعونه في الكنيسة اليوم. السعودية تدعو لتعاون أبعد من 2018 بين منتجي النفط. الفالح، تحقيق التوازن الكامل ليس قريبا. وجولتنا بنختمها مثل العادة مع عناوين صحيفة الجمهورية يلي عنونت لليوم، الراعي المسؤولون منشغلون بالفساد. ومع هالعنوان بنكون وصلنا لختام جولتنا على صحف اليوم. فاصل علينا ومن بعده جولة فنية وثقافية مع جوال، ضلكم معنا.